وبالهدف يعني مشان على اساس الاساس الكابيتال كنترول. تنقول شيء مختصر ومفهوم للراي العام، الكابيتال كنترول هو فكره واحده، هو ضبط التحويل لبرا تما تتسرب اموال الناس لبرا بازمه مثل ما نحن عم نعيشها، حفاظا على اموال المودعين. عم بينضاف عليها لانه مرق 3 سنين وشوي ومنقر، عم بينضاف عليها موضوع ضبط السحوبات بالداخل، وعم بيربطوا موضوع السحوبات بالداخل بخطة التعافي ككل يلي هي منا موجودة، وعم بيقولوا له ما ننقرها إلا ما تيجي خطة التعافي ككل، وما عارفين إنه هلأ ما في خطة التعافي ككل تنقر، وبالتالي ربط الخطة السحوبات الداخلية بخطة التعافي ما بينجي، ربط التحويل للخارج بالسحوبات الداخلية أصبح ما بيمشي وعم بيوقف القانون، وبالتالي عم بيتعطل إقرار القانون لصالح استمرار التحويل للخارج الاستنسابية. استنسابية لمين؟ لمصارف، لأصحاب نفوذ استنسابيا، وللمركز أكيد للمصرف المركزي بيقرروا لمين. وبالتالي الشح أو النزيف يلي عم بيصير بالاحتياطي المتبقي يلي هو مش معلوم لنا، لأن كل مرة حدا بيقلنا رقم صار هالقد، هلأ آخر رقم اليوم صار 10. حدا بيعرف من اللبنانيين ليه نزل وكيف وكيف تقسموا الأموال؟ شو فيه دعم للدواء وشو فيه دعم وشو فيه تحويل لبرا؟ ما حدا بيعرف، لأنه هيدا عملية بإقرار الكل. أنا عم بحكي شيء قلته جوا أكتر من مرة، وما طلع نايب واحد ضحض الشيء اللي عم بقوله، بمعرفة الكل أنه قسم كبير من المصارف بعدها عم تعمل تحويل غير محقة استنسابية للخارج، وحجتها أنه ما في قانون بيمنعها. مشان هيك نحن كل منطقنا، وهون في مقاربة كتير مختلفة جوا بين بعضنا، ونحن أقلية وفي أكترية حاكمة، ولا بحكي عنها، كل منطقنا أنه خلينا نعمل بس هالسطرين يلي هن الضبط تما نقول وقف التحويل للخارج، وحصرة بحالات معينة معروفة، قصة طالب، قصة تحويل تجاري، الدولة عم تدفع شيء، معروفين 3 حالات وانتهى. بعدين موضوع السحوبات بالداخل اللي هو لازم ينعمل وبينربط بحقوق المودعين، ولكن طالما عم تربطوه بشيء تاني خليه ينعمل مع هالشيء تاني، نكون حققنا جزء من الشيء المطلوب، ولو كان لازم ينعمل من 3 سنين كان وقتها أهم بكتير، وقتها كان بيشمل مليارات الدولارات، اليوم عم بيطال ملايين، إنما بنكون حققنا شيء. فواضح إنه في تعمد باعتماد هالمقاربة يلي ما بتأدي لأقرار القانون. ليه؟ لأنه صحيح في أكترية بمجلس النواب، في أكترية بالبلد بدها هيدا الشيء إنه يتم خدمة لصالح بعض أصحاب النفوذ وبعض المصارف والمصرف المركزي. هلأ بيسموهم البعض حزب المصارف، أنا ما بعرف شو ما كان اسمه، يمكن سحر المصارف، بتلاقوا الكل توحدوا بالآخر على هالفكرة، والنتيجة هي عدم إقرار القانون. صحيح في شخص خارق كل الأحزاب والقضاء والإعلام، خارق كل شيء، والبرهان يلي صار بالمجلس النيابي انه هو عاصي كان على القضاء وعلى الامن، اليوم صار عاصي على المجلس النيابي، وتحدى المجلس النيابي يلي طلب انه يستمع له وما اجا. وهون السؤال، وين كرامة المجلس النيابي؟ يعني وين كرامة كل الشعب اللبناني لما يلي عم بيدر له امواله ومؤتمر على امواله، مش بس ما بيلاحقوا القضاء المحلي وقت اللي في قضاء دولي عم بيلاحقوا، المجلس النيابي يلي بيطلبه يلي ما بيقدر حدا يرفض. انا كنت وزير، كان اذا طلب مني المجلس النيابي ابعت مدير، اذا اصر علي رئيس المجلس او المجلس مثل الشاطر بدي اجي امثل قدامه. وين مبدا المحاسبه؟ وين سلطه الشعب اللبناني على من خلال المجلس النيابي؟ تحدي سافر كانه شيئا لم يكن، واستمرار بهيدا الموضوع. مشان هيك كيف بدنا نتأمل ونترجى إصلاح وأموال مودعين لما في هيدا المشهد الفاضح قدامنا وعم بيتكرر بهيدا الشكل الفاضح؟ مشان هيك الحكي عن حماية حقوق المودعين هو حكي كاذب، هو وعود إنشائية
بس هيك للتجميل ولارضاء الناس. وكل ايطالي باقرار قانون الكابيتال كنترول معناتها النزف بعده مستمر، معناتها هيدا بيساوي نقص باموال المدين. نحن بنرجع بنقترح حل عملي، فصل التحويل للخارج عن السحوبات بالداخل، والا اكثريه المجلس النيابي لا تزال مشاركه بانتهاك ونقصان اموال المدعين. وشكرا. سأليهم تسمعيهم تعرف بعتقد رايهم معروف. مين اللي تبعتينا اساميهم؟